ينون. حامد صلاح محمد. عمرك؟ 65. ساكن فين؟ ساكن في الجيزة وأساسي من صغير. أنت من صغير ودلوقتي عايش في الجيزة؟ طيب متزوج طبعا؟ مخلف شارع. ما شاء الله أصغر عنده كم سنة؟ 15 سنة. تشتغل إيه؟ عامل بقول كنت بشتغل شغال في محلة جوتو. وجيت مصر اشتغلت عامل. طيب يعني طبعا الاثنين فيهم ايه؟ فيهم اريتيشن، يعني الاثنين بيتعرض فيهم لبوليوشن فممكن يحصل له ايه؟ اريتيشن طبعا. طيب بتشرب سجاير ولا حاجه؟ من 40 سنه من جوه. بتشرب كام سيجاره في اليوم؟ 30 سيجاره. يعني هو حد ايه هيفي سموكر كمان؟ بتشرب اي حاجه ثانيه؟ لا. طيب ايه شكوى حضرتك؟ الوقت اللي دخلت المستشفى اصعب حاجه كانت شنكات معاك. طيب ده بقالهم قد ايه زايدين عليك؟ اسبوعين. طب احكي لي بقى القصه، يعني اخر مره كنت سليم فيها امتى؟ اخر مره 30 سنه. ايه اللي حصل من 30 سنه؟ صحه خفيفه. يعني اول حاجه بدات معاك صحه؟ جت مره واحده ولا بالتدريج؟ جت واحده. وبتزيد مع الوقت ولا بتقل ولا ثابته؟ بتزيد. بتزيد لما بتجي على طول. طيب ايه اللي بيزودها وايه اللي بيقللها؟ الحاجات الوحشه والسمك كلها. طب بتقل بايه؟ طبعا علاج. لما تاخد علاج تتحسن شويه. طيب حصل معاها حاجه تاني؟ حصل. بعديها كانش نفس بعديها بسنه. طب الكحه دي كانت ناشفه ولا كان معاها بلغم؟ معاها بلغم. طب البلغم ده كميته قد ايه؟ ابيض حوالي نص كوبايه. ولونه ايه؟ لونه ابيض. ليه ريحه وحشه ولا حاجه؟ لا ماليش. ليه وضع معين؟ لا يعني بيزيد على جنبك اليمين الشمال لما تميل لقدام؟ لا ماليش. لما وملوش ريحه وحشه ولا حاجه. طيب حصل بتقول بعديها قد ايه حصل كرش نفس؟ بعديها بسنه كرش نفس. بعديها بسنه حصل كرش نفس، جت مره واحده ولا بالتدريج؟ لا واحده واحده برضه. انتم ملاحظين اي حاجه في وسط بعمل لها اناليسيز؟ طب بتزيد ولا بتقل ولا زي ما هي ثابته؟ بتزيد بتجي وانا قاعد كاتش. طيب بتنام على كم مخده؟ دلوقتي 2. لو شلنا من النوم مخده؟ طبعا النفس تعبان. طيب حصل حاجه ثانيه بعد كرشه النفس دي؟ طبعا معاها مع تزييد. التزييد ده بيروح ويجي ولا مستمر؟ ده بيروح على طول، زمان كان يروح ويجي. طب خلاص كده الرباعيه اكتملت، واحد عنده كاف واكسبكتوريشن فولود باي ديسنيا وبرزيستنت ويزيس، يبقى الحاله فيها ايه؟ دي الحاله طبعا دي كرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز. طيب يعني بعد الشر عليك تحريق دم ولا حاجه؟ خلاص نو هيم اوبسس. اسال على الحاجات اللي مش موجوده بقى، ساينوزس رقيت؟ لا. نو ساينوزس، طبعا ده بالهيستوري الاكزامينشن مهم. كونستيتيوشنال مانيفستيشنز هقول له جالك سخونيه، جالك عرق بالليل، فقدان شهيه؟ لا. نو توكسيك او كونستيتيوشنال مانيفستيشنز. هسال على السيستميك فينوس كونجيشن، مهمه؟ مهمة؟ مهمة عشان القربة المنال. هسأله رجل حضرتك ورمت ولا حاجة؟ آخر 12 سنة جنب اليمين وجعني وبعديها رجلي ورمت. طبعا جنبه اليمين وجع، وجع عامل ازاي يعني وصفهولنا؟ وجعني زي تقل كده. ايه اللي بيزوده وايه اللي بيقلله؟ طبعا المجهود اللي هو بيزوده. المجهود. طيب وبتقول مع رجلك ورمت كمان؟ رمت اثنين لغاية الرمت. بتاخد له علاج ال رحنا المستشفى طبعا عملوا لي كل حاجة، أشعة سيب بتاع الجنب بتاع البولو ايه؟ بيقولوا دول عيب الدواء عليه الحصان. عيب الدواء عليه الحصان ده اللي هو الانوكسين، ده هو ديجيتاليس يعني. طبعا هو ديجيتاليس مع الكوربا المنام ملوش لازمه، يعمل ايه؟ ولا يعمل اي حاجه. ها؟ ولا ليه لازمه اساسا يعني. عشان كده ما اتحسنش، طبعا راح المستشفى تاني بقى وادوا له فلوزامايد، ادوا له لازكس، بدا يتحسن عليها دي بدات تخف شويه، لكن احنا الشاهد عندنا هنا دي حاله سي او بي دي كومبليكيتد باي كوربا المنام. طيب نكمل بقى السيمتوماتولوجي. ها عندك الم في صدرك؟ طبعا ده من كتر الكحه. ألم مع الكحة، لكن هو بيقول لك إيه؟ ألم من الكحة، عامل إزاي الألم وبيجي فين؟ زي تقل. بتاخد له قرص تحت اللسان ولا حاجة؟ لا ده مش أنجينا البين، ده إيه يا جماعة؟ ها ده إيه؟ ها دوت عبارة عن سترين، ماسل سترين نتيجة الكورونيك كاف. نسأله على البريشر مانيفستيشنز، عندك صعوبة في البلع، صوتك اتنبح ولا حاجة؟ طيب نسأل على الأذر سيستمز، عندك مشاكل مثلا في الأعصاب؟ لا. بيجي لك الإحساس قل أو في ضعف في أي حتة في جسمك؟ لا. في وجع في بطنك غير اللي أنت قلته؟ إسهال، إمساك، أي حاجة؟ ما فيش. لا. طب بتاخد أدوية لأي حاجة تانية؟ عندك أي أمراض مزمنة أخرى؟ آخر 10 سنين محجوز مرة عن مرات طبعا كشف السكر. مرة محجوز المستشفى عمل تحليل طلع عنده سكر. الدكتور ده مكرم بعت عليه 3 سنين. يعني خد أورا الهايبوجلايسيميا. ما نفعش برضه. ما تحسنش عليها فمشوبة على إنسولين لغاية دلوقتي. تمام. طيب عندك اي امراض ثانيه في مثلا حجزت في مستشفى صدر جات لك بالهرزه وانت صغير؟ عمري 30 سنه طبعا كان في دم في البول. زمان كنت تسمع الراجل التطعيمات انا خدتها. هو بيقول لكم زمان كان عندي دم في البول فراح للمستشفى عملوا لك ايه؟ لما برضه البرشام خدت مرض. وادوا له حقن اسمها تارتر ايميتك زمان، وبعد كده لما طلع البرازيك كونتين الاقراص خد اقراص، يعني في هيستوري كمان وفي اوبل هارزيزس. خدت نقل دم ولا حاجه؟ دم. طيب في عملت عمليات؟ عملت بايز من 15 سنة. عامل بواسير من 15 سنة، طب ايه علاقتها بالموضوع؟ كرونيك كف، يعني السبب بتاعها هو الكرونيك كف، يعني سامبلي كده سامبلي الحالة دي ايه؟ ها كيس اوف بايلاترال لانج ديزيز.
most probably COPD due to chronic irritation by smoking while occupation بتاعته is compensated but complicated by a poor pulmonary دواء طبعا primary diagnosis كده من الهيستوري بس. تعالوا بعد ما خدنا كده هيستوري تعال بقى نعمل له general examination. رايح عم نتفق يا جماعة اي عام بعمل له general examination في اربع حاجات انا بعملهم من غير ما المس العيان تماما. اربع حاجات بعملهم من غير ما المس العيان تماما. اولا انا واقف كده بعيد اهو بعد اربع حاجات وانا بعيد بعلق على الجنرال كونديشن، بعلق على المينتاليتي، بعلق على البيلت بتاعه وعلى الديكيوبيتس. اولا الجنرال كونديشن انا داخل ماشي على جنوب بيتكلم معانا وحد لذيذ كده هتقول لي افريج جنرال كونديشن. ها كمان عشان تعلق على المينتاليتي ايه رايك هو بيدينا هيستوري رايك في المينتاليتي بتاعته مش هتقول لي حلوه هتقول لي كومنت هتقول ايه بقى هتقول بيشنت از فول كونشس اند اورينتد باي ليس اند بيرسونز از جود مود اند ميموري از كوبراتيف وذ افريج انتليجنسي. طب عايزين نعلق على البيلت احنا شايفين ان هو اوفر بيلت شويه عايزين نعلق على الديكيوبيتس هو رفع السرير على الاخر وحتى في الهيستوري في الهيستوري مش قال برفع المخدات يعني اذا هو عنده اورثومنيا. اربع حاجات انا بقولها افريج جنرال كونديشن هقول الجمله اللي احنا حافظينها بتاعت المينتاليتي هعلق على البيلت هعلق على الديكيوبيتس بعد كده همسك بقى الفيس اكزامينشن بتاعه من فوق لتحت ومش عايز ان وشه مخليها معينه هتبص على الفيشال ابييرنس. ايه الفيشال ابييرنس تقصد ايه يعني هل هو واخد سبيسيفيك فيتشر احنا شفنا حالات مثلا الميكسيديما لما تيجي تبص عليها هل ليها سبيسيفيك فيتشر هتقول عليها دي عندها ميكسيديميتس فيس عندها بلوتد فيس عاده الكوشنج مثلا تقول لي عندها مون فيس بتاع الباركنسونيزم كلنا شفناه هنقول عليه ماسك فيس يعني دي حاجات سبيسيفيك المريض بتاع السي او دي ما عندوش السبيسيفيك فيتشر ده لكن ربما يكون بص بيعمل ازاي بيعمل كده لو بيرسنج ليبس ايه الفكره بتاعتها؟ ان هو بيشغل الاكسسوري ماسلز بيزود الانترا برونكيال بريشر فدي ممكن تلاقيها تقول لي ان هو بيشغل اكسسوري ماسلز تعلق على الهير لاين نورمال هير لاين نو ويستنج اوف تمبوراليس نورمال رينكلينج اوف فرونتاليس نو لوس اوف اوتر ثيرد اوف اي براو قولوا لي اربع اسباب ها؟ ميكسيديما ارتفيشال فاميليال ها؟ دول اربع حاجات كمان البافنس اوف ايليد مهم لو في بافي ايليدز تفكر في كورونيك كاف ها نيفروتيك ونيفريتيك ميكسيديما سوبرينا كاف اوبستراكشن روما انفلاميشن الرجيك اديما تمام ها تبص ماشي تمام ها تبص على الجوندس بص على الجوندس فين بص على الجوندس فين المفروض يعني انا بص في الاسكليرا بص انا اقول لكم حاجه اقول لكم اللي بيتعمل اللي بيتعمل يعني في العالم كله حاجه واللي احنا بنعمله حاجه ثانيه بص احنا عارفين ايه اسمع اللي اقول لك عليه احسن مكان لرؤيه البالور في العالم كله هو الكونتاكت لاين فالكتب الاجنبيه تقول لك ايه تقول لك اسك ذا بيشنت تو لوك اب فور بالور خليه يبص لفوق فانت تفضي الكونجكتايف عشان تشوف مين البالور وتخليه لوك داون عشان تشوف الاسكليرا من فوق تشوف مين تشوف الجوندس ده الصح ده الكلاسيكال لكن جاره العاده احنا كمصريين دايما نقول لك ايه بص لفوق نو جوندس فاهم يعني كاننا بنبص على الاسكليرا خالص انا مش بعقد الامور ولا حاجه لكن عشان لو حد قال لك هتشوف فين لو قال لك هتشوف الجوندس في العين من فوق ولا من تحت الاسكليرا من فوق ولا من تحت طالما سالك يبقى هو عارف هنشوفها منين من فوق يعني الاصل ان انا اقول له بص لايه بص لتحت وتشوف حضرتك الاسكليرا فاهمني ولا ايه هبص على البالون في الانر اسبكت اوف لوور ليب هشوف السنترال سيروزس تحت لسانه هشوف الاورال هايجين هبص على الفيس لو في اي سكار انت عارف لو في اي سكين راش ولا حاجه اي بيجمنتيشن لازم طبعا نعلق عليها كويس تمام يبقى دوت كده نقطه مهمه اللي هي اسمها فيس اكزامينشن ننزل لجزئيه ثانيه اهم اسمها نيك اكزامينشن نتفق على حاجه اذا طلب منك نيك اكزامينشن في اي وقت من الاوقات النيك اكزامينشن على فكره ده سؤال اوسكي لوحده او ريجنال اكزامينشن ده سؤال لوحده كده يقول لك اكزامين نيك اكزامين نيك خمس حاجات 3 تيوبس و2 جلانز ال 3 تيوبس اللي هم النيك فين ده اهمهم وعندنا النهارده ستيشن كامله عشان النيك فين ومعانا الكاروتيد ارتري وكمان التراكيه تعالى عشان دي خدي اي شنطه خلاص يا دكتور طب هنعمل ايه؟ اي شنطه؟ طب اتاكدي كده ها يبقى هنعلق على ايه؟ هنعلق على النيك فين
وعلق على الكاروتيد ارتري وعلق على التراكية وبعدين علق على الثايرويد جلاند اللي احنا خدناه امبارح التوصيل وكمان معلق على مين؟ على الليمف نودز. فدي اسمها نيك اكزامينيشن. طبعا النيك فين مهمه قوي هنقعد نتكلم عليها تفصيلا النهارده وعندنا حاله اصلا جايبينها مني فور نيك فين. اللي عايز بس اقوله لحضراتكم ايه؟ اللي هقوله ايه؟ لما تيجي تعلق على نيك فين في واحد عنده سي او بي دي، واحد عنده سي او بي دي، هتيجي تعلق على النيك فين، بص عليها كده، تعالى لما تيجي تبص على النيك فين ها وهو بياخد نفس وبيخرج نفس، هتلاقي هو بيخرج نفس النيك فين بتبلى، كلكم هتشوفوه على فكره. دي اسمها اكسبيراتوري فيلنج اوف نيك فين. انا مشكلتي السي او بي دي مع الانسبيريشن ولا مع الاكسبيريشن؟ بيحاول يعصر قوي عشان يعرف يخرج هواء، فالبريشر جوه بيحصل له ايه؟ بيزيد. فايه اللي يحصل في النيك فين هنا؟ يبقى لما تيجي في حاله سي او بي دي وتعلق حاله انفيزيما تعلق على النيك فين هتقول لي اكسبيراتوري فيلنج. امال هي نورمالي مع الانسبيريشن يحصل ايه؟ ومع الاكسبيريشن ولا حاجه ماشي. طيب لو انت جيت مع الانسبيريشن ما حصلهاش حاجه، او سوبر فينا كافر اوبستراكشن، او في كونجيشن رايت سايد اوف هارت فيلير. طب السؤال ده بقى للناس الشاطره، لو مع الانسبيريشن اتملت انسبيراتوري فيلنج اوف نيك فين شاطر اسمها كوزمول ساين، تحصل مع مين؟ تحصل مع البريكارديال ديزيزز، بريكارديال افيوجن او كونستريكتد بريكارديتس. تمام؟ يبقى انا بعلق على النيك فين، طبعا ادخل النيك فين بالتفصيل كمان، اعلق على الكاروتيد بالسيشن، ادخل اشوف الكاروتيد بالسيشن بالطبع كده، ادخل كده هنا مره ماشي، عايز اعمل الناحيه الثانيه، ادخل بالطبع الناحيه الثانيه واشوفها ماشي. كمان هعمل التراكيه، اقعد لو سمحت حتى الصوت اتسجل غلط. مش هتبيع يا عم ولا حاجه؟ لا مش هنبيع. لا مش هنبيع. دلوقتي برضه هنسمع. هنحط عليها حاجه، هنحط احنا عليها حاجه في التسجيل مثلا. هنسمع منها الصوت. طيب ماشي، ادي التراكيه اهو. طيب ادي سنترال تراكيه. عايز افحص الثايرويد، لف كده وبص لهم. لف كده وبص لهم. ازاي بس؟ ازاي يا دكتور بس؟ طب خلاص احنا هنعملها في حد تاني، هنعمل الكلام ده. هنعملها في حد تاني. نعم. طب نيجي للابر ليب اكزامينشن، هنعمل كومنت على البلس. بص عشان تعمل كومنت على البلس طبعا تعمل كومنت في السبع نقاط اللي هم الريل والريل والفوليوم والايكواليتي ان بوث سايدز، من ناحيه الفوليوم لو في سبيشال كاركتر، الكونديشن اوف بلاد فيزلز والبريفرال بلسيشن. بص ماسكه ايدي انا السيركل ذا بيشنت هاند كان عند الريست، واستخدم الثلاث اصابع دول حطهم على الراديال ارتري، واعمل ريلاكسيشن هنا شويه، وتخلي ايد العين شويه برونيزل ما تبقاش صبينيزل كده. ها دي الستاندرد، دي الطريقه الصح، وتحاول تقعد تلعب الثلاث صوابع دول لغايه لما تيجي للماكسيمم ايه؟ الماكسيمم بوينت بتاعتك وتبدا تعد الباص. ها ده الكلام اللي مطلوب منك، يعني لما يجي لك سؤال اوسكي كده كومنت اون باص امسك الماسكه دي. انا عايز اقول لكم ان انت لو شفت حد مثلا اجنبي بيشتغل حتى في الزماله او حد بيقول للناس ها ايده كده جنبه وانت بتيجي ايدك الشمال تحسها كده بس وخلاص وتعد الباص وخلاص، لكن احنا جرت العاده عندنا ايه؟ هنعمل ريلاكسيشن بقى لكل العضلات اللي حواليه ونمسك كده وايده لفه كده شويه ونبدا نعد. يفضل انك الاول تشوفه ريجولار ولا ايريجولار؟ لانه لو كان ريجولار عد في 15 ثانيه واضرب في اربعه. لو كان الريجولار لا عد لي حضرتك في ايه بقى؟ ها في دقيقه كامله. لما تيجي تعد تقول لي مثلا 75 بيتس بير مينت ريجولار، انا حاسه قوي تحت ايدي اسميه ايه؟ بيج فوليوم. بيج فوليوم يعني قوي تحت ايدي، اقارن الناحيتين ببعض ايكوال ان بوث سايدز، الناحيتين زي بعضهم اهو ايكوال ان بوث سايدز، ايكوال من ناحيه الايه؟ الفوليوم. ادور على سبيشال كاركتر مهمه مشهوره جدا، السبيشال كاركتر اللي هنا هي الووتر هامر بالس. هو الووتر هامر بالس يعني ان في بيج فوليوم، مش احنا دايما ممكن نشرح لكم البالس المحاضره النظري الشهيره بتاعته، بقول لك دايما بنحب الراديال ارتري ليه؟ عشان هو سوبرفيشال واجينست بون، يعني بزنقه في العظم. طب ليه بنزنقه على العظمه عشان نحسه كويس؟ عشان العظمه مش هتمتص البالسيشن بتاعته. طيب كوني هنا حاسه عبر السوفت تيشو، يعني هو الارتري ماشي اهو، فالبالسيشن بتاعته يمكن من 50 ل 70% منها بيحصل لها امتصاص عن طريق السوفت تيشو اللي هنا، فكوني بحسه عبر هذا السوفت تيشو يبقى الفوليوم عامل ايه يا جماعه؟ عالي. عشان كده البيج فوليوم دايما معاها ايه؟ معاها ووتر هامر فاس. فاهم الفكره ولا لا؟ بعد كده اشوف الفاسكولار وول نورمال كونديشن اوف بلاد فيزلز، ما عنديش اثروسكلروزس، وانزل تحت هنا شايفين حضراتكم لما يرفع صباع رجله الكبير ده كده في تندون بيظهر هنا، تندون اوف اكستنسور هارشز لونجس جاست لاترالي، بحس مين؟ الدورسالس ميديس اهو. بص هنا شايف ثلاث صوابع كده على النافيكولار بون،
طيب البوستيريو تيبيال جاست بيهايند اند بلو ميديال مالولس اجينست ذا كالكينيان بون كده. يبقى احنا نشوف الانتيريو سيركيوليشن الدورساليس فيديس والبوستيريو سيركيوليشن هاي البوستيريو تيبيال ارتري. على فكره دي نقطه من ضمن الكومنت على الراس تمام كده. بعد كده بتشوف طبعا تقيس البلاد بريشر، تشوف الهاند اكزامينشن، شد ايدك قدامك كده يا عم حمد، شد كده جامد. ها بص ايه اللي بيحصل ده، في تريمورس. ايه تريمورس دي؟ بياخد بيتا 2 اجونست، بياخد سالبيتامول. ها فده بيعمل لنا ايه؟ بيعمل لنا التريمورس اللي موجوده دي. دي على فكره مش الفلابنج بتاعت الريسبيراتوري فيلير خالص. ها ندور كمان، مفيش عندنا بالمر اريثيما، مفيش اي نوديولز، مفيش سبلنتر هيموريج، حتى يعني ما عنديش كلابنج. لو عايز حتى اتاكد يعني خليه يعمل ويندو كده. هو في ويندو، طالما في ويندو يبقى نو ايه؟ هيبقى نو كلابنج. طب ده مريض سي او بي دي، لو لقينا عنده كلابنج نفكر فيه ان هو اسوشيتد معاه برونكيكتس او يكون دخل فيه برونكوجينيك كارسينوما. تمام؟ علق بقى على السكين، علق كمان على على الجوينتس لو عايز يعني يبدا يتكلم على الهاند، حتى لو حاجات مش موجوده هتقول لي نو كذا نو كذا نو كذا نو كذا. ما انت كنت بتوصف حاجه نو مش موجود، نو بريفرال ساينوز، يبقى انت عارف ان البريفرال ساينوز هنا نو سبونينج اوف نيل، يبقى انت عارف يعني ايه سبونينج اوف نيل. نو ليوكونيتيا، نو وايت نيلز، يبقى انت عارف يعني ايه وايت نيلز. نو مثلا اوزلس نوديول، نو سبلنتر هامورج، نو جينوي ساين، نو سبكتينيس نوديول. يبقى انت فاهم انت بتدور على ايه. مش بالضروره لما يقول لك افحص ريجن معينه او منطقه معينه تبقى الحاجه دي موجوده، ممكن تبقى مش موجوده خالص. ما انت كونك بتقول نو كذا يبقى انت عارف اذا كانت موجوده ايه. اللور لمب يهمني فيها حاجتين، الاديما. ببدا ادور على الاديما في الموست ديبندنت بارت جاست بيهايند اند بلو ميديال مانيولاي هنا. ليه؟ دوت الموست ديبندنت وفي نفس الوقت هو في لوس كونكتيف تيشو، يعني اقدر ايه؟ اقدر اعمل ديتكشن للاديما فيه لما ارفع ايدي كده. اه فعلا في شويه اديما. ها لقيت اطلع على الدورسم او اطلع على الشافت اوف تي في وادوس كده لمده نص دقيقه. ها وبعدين برفع صباعي. ها ممكن تلاقي لو لقيت في نقره كده يبقى في بيتنج قديمه، لو في تطلع كمان، لو في تطلع كمان، لو في لغايه الركبه هتعمل ايه بقى؟ هتعمل بنشنج للسكن، تعمل بنشنج للسكن. طب فرضا يا دكاتره واحد انا متوقع ان هو عنده لور ليمب قديمه، وجيت افحص ما لقيتش لور ليمب قديمه. ها ايه التفسير بتاعك؟ ليها تفسيرين. التفسير الاول يكون هو بيد ريدن. ها فاجئ ادور عليها فين؟ ادور عليها في الباك، شوف السيكرال القديم ده تفسير. التفسير الثاني، التفسير الثاني ان هو يكون بياخد دايوريتك زي العيان ده، فبالتالي مش ظاهر عنده حاجه. وخلونا نتفق، لو سئلت افحص القديمه سواء لقيت لور ليمب قديمه او ما لقيتش لازم تفحص الباك. لو لقيت تفحص الباك ليه؟ اشوف الاكستنشن وصل لغايه فين. طب لو ما لقيتش افحص الباك ليه؟ لو ما لقيتش افحص الباك ليه؟ آه لانها ربما يكون عنده ايه بس يا جماعه؟ ربما يكون عنده بس سكرال ايديما. واضحه المعلومه؟ طيب ده كده بالنسبه للنقاط المهمه في الايه؟ في الجنرال اكزامينشن. نيجي بقى لا بتطلع عليه، تيجي على على الموست ديبندنت بارت وتضغط عليها كده شويه. طيب من عند رجل العيان كده بيبص هنا تانجنشنال، هما الناحيتين زي بعض يعني سيمتريكال تشيست. اجي من الجنب هنا واشوف الانتروبوسيرو دايمتر. احنا طبعا ملاحظين قد ايه الانتروبوسيرو دايمتر كبير مقارنه بالترانزفيرس دايمتر. ده معناه ان انا عندي بارل شيبد تشيست. كمان عندي وايد سب كوستال انجل، هنشوف هنعمل بركشن وايد انتر كوستال سبيسز ترانزفيرس ريبس. لما يقف دلوقتي ونشوف الباك هتلاقي عنده شويه كيفوزس. يعني الدنيا كلها بتقول ان احنا عندنا ايه؟ ها ان احنا عندنا بارل شيبد تشيست. بعلق نمره اثنين على ريسبيراتوري موفمنت عشان تعد الريسبيراتوري ريت عشان العيان ما يقعدش يلعبك. امسك ايد العيان كانك ايه؟ الباص، بس عيني على مين؟ على الريسبيراتوري موفمنت. وشوفهم قد ايه بقى؟ كام سايكلز بير مينت. ولاحظ هنا البيشنت ده تقريبا الحركه كلها جايه منين؟ يعني التنفس بتاعه مينلي ابدومينال. نمره ثلاثه تشيست وول او سكين، نو تشيست وول ليجنز، نو سكارز، نو دايليتد فينز، نو بيجمنتيشنز. نمره اربعه بلسيشنز، هشوف الابيكال بلسيشن. اه بص مش لاقي حاجه، حط ايدي حتى مش حاسس حاجه.
اجيبه على جنبه الشمال يعني على خفيف قوي او ما انتش حاسس. انت ممكن تقول absent apex وعندك تفسيرك ايه absent apex ليه؟ لانه عنده ايه يا جماعه؟ لانه عنده انفيزيما. اوكي الابيجاستريك بالسيشن من الحاجات المهمه. لو سمحت وقف نفسك. طبعا انا شايف الابيجاستريك بالسيشن حاجه مد ايدي عليها كده وانا بيتالم فانا مش لازم اضغط جامد يعني. هو اصلا بيتالم عنده تندرنس هنا ده معناه ان الليفر ايه؟ كونجستد. فهو عنده كونجستد ليفر والسبب بتاع الكونجستد ليفر ايه؟ هو الكور بالموناري. وهو عنده كونجستد ليفر علشان عنده ايه؟ علشان عنده كور بالموناري. ماشي الحال؟ بعد كده بنقعد العيان ونشوف التراكيه هنشوفها باي انسبكشن ثم باي بالبيشن. نعم انا مش عارف احسبها اقول تن اقول فيها تن بس مش عارف احسبها لكن هي اكشوال لما كانش عامل تن بس انا كنت جاي لكم من بايت التراك. اقعد من فضلك كده وبص لهم طب نزل دكتور بلاش كده نشوفها وبعدين نبقى ايوه كده كويس. ها نيجي نبص على التندونز الناحيتين بتوع السن والمصويد الاثنين في نفس الليفل. عايز اتاكد هدخل بالبالبيشن هدخل كده ادخل كده مره والف صباعي وادخل كده. كوني دخلت هنا زي ما دخلت هنا يبقى التراكيه ايه؟ ها سنترال. طب سنترال تراكيه في مريض تشيست معناها ايه؟ ها المرض بتاعنا بايلاترال. حاجة كمان بس طبعا اون ريكويست المفروض المسافة بين الكريكويد والسوبرا استرنال هنا الاسترنال دي تكون تقريبا 3 صوابع 5 سنتي هنا يا دوبك واخد صباع واحد يعني يعني شورت كريكو استرنال ديستنس. It is the surest sign for barrel shaped chest. والله العظيم عنده barrel shaped chest المسافة دي صغيرة. الحاجة الثالثة لو انا حطيت صباعي كده قلت له خد نفس بياخد نفس حاجة بتخبط في ايدي هذه اسمها تراكيال تاج. وهذا التراكيال تاج مع النفس ليه؟ هو عنده سي او بي دي فلما بيجي ياخد نفس الدافرام بينزل ويشد على اللنج فالتراكيا تبدا تخبط في ايدي. ها فدي حاجه اسمها تراكيال تاج ويذ ريسبيريشن مع السي او بي دي. طب الشاطر يقول لي تراكيال تاج ويز بالس بتحصل مع الاورتك انفيرس. تمام اوكي رايح يا طبعا البالبيشن احنا بنانا البالبيشن بتاعنا بمين؟ فحصنا التراكيا بعد كده نفحص بقى الاشياء الاخرى تندرنس تي في اف تزييق اللي هو البالبا والويزز تمدد اللي هو التشست اكسبانشن. يلا نعمل تندرنس همشي اريا باي اريا. ها اريا باي اريا اهو سوبرا ميموري مع سوبرا ميموري وعيني في عينه اللي انا مش شايفها يعني عشان لو في تندرنس. ها بعد كده ميموري مع ميموري انفرا ميموري انفرا ميموري ارفع دراعك فوق ابر لاترال ابر لاترال لور لاترال لور لاترال. تمام عايز اعمل تي في اف نفس وضع الايد هو بس اخليه يقول ايه؟ 4 4 يلا قول 4 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 ها انا بشوف التي في اف دي حاله سي او بي دي. ايه اخبار التي في اف؟ ايه كل بوت تايبس الناحيتين زي بعض نفس وضع الايد هو هو بس اقول له خد نفس جامد. وانا اظن حضرتك سامعين انا في اكسبايرات ريفيجن سامعين وانا حاسس بعضه تحت ايدي وده مسموح طبعا مع حاله ايه؟ سي او دي. خد بالك تندرنس وتي بي اف وتزييق نفس وضع ايدي بس تندرنس عيني في عينه تي بي اف وال 4 4 تزييق خد نفس جامد. ثم تشيست اكسبانشن من الفرنت اهو خد نفس عم خد نفس ده اخر حاجه. بص ما فيش حركه يعني عنده ليميتيشن اجي هنا بص باخد فوق بتاعي واقول له خد نفس خد يفتح شويه ما بيفتحش ليه؟ دي بايلاترال ليميتيشن. حتى في الانفرا ميموري باخد فولد كده ما بيفتحش بيبقى في بايلاترال ليميتيشن اوف ذا تشيست اكسبانشن. يبقى هذا المريض مريض سي او بي دي ادفانسد سي او بي دي عنده بايلاترال ليميتيشن اوف ذا تشيست اكسبانشن. لاحظوا حاجه ان انا بنيم العيان بعمل اكزامينشن للفرنت كله في سؤال اسكي كده اكزامين تشيست فروم فرنت. يبقى انت بتعمل انسبكشن من فرنت بتعمل بالبيشن من فرنت بيركشن ثم بعد كده تعمل اوسكالتيشن يعني 5 دقايق. هاجي اعمل بركشن لما تيجي تعمل بركشن هنا ها الكلافيكل مع الكلافيكل اهو كلافيكل هنا مع الكلافيكل هنا العظمه بتعمل لها دايركت بركشن. انا يا دوبك صابعي بس بتثبت الاسكيبل انا مش بخبط على صباعي هنا ثم انفرا كلافيكولار كله لايت بركشن. ها بعد كده ادي الاسترنال انجل يبقى ادي السكند مع السكند وانزل كده الثيرد عشان ما اتلخبطش مع الثيرد هنا الفورث هنا ممكن اطلع لبره شويه ابعد عن مين؟ عن البير اريا اوف دارت في الرابع والخامس
وارجع تاني لغايه لما اوصل للهباتيك داكتس. بس ممكن ان انا يعني في كذا حاجه هقولها. ممكن ايه؟ ان انا اجي من الاول خالص اعمل هيفي بركشن واطلع الهباتيك دارنس فين عشان ابقى عارف انا هقف عند مين. انتوا ملاحظين كل ما اجي هنا في تندرنس عند الليفر، يعني عنده كونشس الليفر. الحاجه الثانيه، في بعض الناس بتعترض ايه ان انا ماشي هنا في الميديا لابيكولر، يقول لك طب ما تمشي هنا برده في الميديا لابيكولر ما تطلعش برده. ممكن تمشي يعني مش قضيه، تطلع ما تطلعش مش حاجه. النقطه الثانيه اللي عايز اقولها، اصلا الايديال بركشن انك تعمل الميد لاين دايركت بركشن لانه عظمه، ثم الباراستيرنال باراستيرنال باراستيرنال في كل بص اريا او سوري سبيس باي سبيس لاين باي لاين. يعني في كل اللاينز بتاعت الاتشيس اللي احنا شرحناها في النظري هتقعد تعمل لها بركشن ايه؟ هتقعد تعملها كده في كل سبيس، في كل سبيس تعمل بركشن، بس بقت حياتك كلها عباره عن ايه؟ بس عباره عن بركشن فقط. مش انت عايز تقولي كده؟ ابعد بره شويه عنك. في ناس تقول لك لا خليكي في الميد كلابيكولا مش هنتخانق يعني خلاص. عايز اعمل اللاترال وول اخليه يرفع دراعه لفوق يوسع لي المكان. اول سبيس تحت الاكزيلا هو رقم 4 اهو، وهو برضو باي كومباريزون وهكذا. اهم سؤالين على الاطلاق، ها بير اريا وتروبس اريا. احنا قلنا بير اريا يعني ايه؟ اريا اوف ذا هارت كفرز باي ذا لانج، موجوده فين؟ The left fourth or fifth intercostal spaces from the left border of the sternum to the left parasternal line. لما نيجي نعد كده مكانها، ادي السيرنال انجل، ادي السكند، ادي الثيرد، ادي الفورث، وادي الفيفث. هاجي اعمل لها بركشن الكلاسيكال، يعني ان انا اجي من بره لجوه. لايت ولا هيفي؟ لايت. ليه من بره لجوه؟ عشان ابقى بارل تو ذا بوردر. في ناس تقول لك من فوق لتحت، دي اولترنت تنفع. ممكن برضو اجي كده من فوق لتحت مفيش مشكله، من بره لجوه او من فوق لتحت مش هنختلف يعني. طبعا هي هنا ريزونانس، هي نورمالي تبقى ضال، كونها ريزونانس ده دليل ان هو عنده ايه؟ حاله سي بي دي عنده طبعا. نيجي للتروبس اريا. التروبس اريا اريا اوف ذا تشيست اوفر لاينج فاندس اوف ذا ستومك ويتش كونتين اير بابلز، عشان كده تبقى ايه؟ هتبقى تمبانيك ريزونانس. طب مكانها فين؟ يلا نعد بقى. ادي سكند، ها ثيرد، فورث، فيفث، في الميد كلابيكولا. انزل مايل كده 6 7 8 9 ميد اكزيلري 10 11 كوستال مارجن ميد اكزيلري 6 7 8 ميد اكزيلري هي المكان ده. رفلي كده لو جبنا ايد العيان اليمين وحطينا كده الفامب على النيل، المكان ايده هو التروبس اريا بتاعته. انا هاجي من النص بتاعها هلاقي تمباني كريزمس، اطلع لفوق. لو في ضنس جاي من فوق يبقى عندنا بلورال افيوجن، لو في ضنس جاي من تحت يبقى عندنا اسايتس، لو في ضنس جاي من على اليمين يبقى في عندنا هبات وميجالي. ها جاي من على الشمال، ها يبقى في معانا ايه؟ يبقى في معانا سبلين وميجالي. يبقى انا لازم اشوفها في كل الاتجاهات، فوق تحت يمين شمال. مفهوم الكلام؟ بعد كده نسمع. هنسمع فين بقى؟ هنسمع اريا باي اريا. حط السماعه في كل مكان، اريا باي اريا. واتفقنا لما نيجي نسمع هنعلق على اربع حاجات: اير انتري، بريث ساوند، تراديشنال ساوند، سو فوكال ريزونانس. هنسمع فين؟ نفس المناطق، سوبر ماماري مع سوبر ماماري، ماماري ماماري، انفرا انفرا، ابر لاترال ابر لاترال، كله باي كومباريزون، لور لور. وفي ناس والكلام يعني مظبوط جدا يقول لك ابدا الاول اسمع بالكرونيكز اسمس. ماشي، ممكن احط السماعه هنا في الكرونيكز اسمس واقعد اسمع سبيس باي سبيس. لما تيجي تعلق على الاير انتري في اي مريض تشيست تقول لي دامج الاير انتري، بس دي حاله سي او في دي، هتقول لي دامج دي ايه؟ باي لاترال. هتيجي تعلق على البريث ساوند نوع التنفس هنا ايه؟ طب في اديشنال ساوند ممكن تسمعها؟ برونكاي. تسمعها فين؟ بايلاترال جنرالايز. ان سبايراتري ولا اكسبايراتري؟ بس مين ايه؟ اكسبايراتري. وتشينج باي كاف لان في ايه؟ سكريشن وبوليفونيك سونورس وسيبلنت. واظن طبعا اتكلمنا على الحاجات دي كلها، بس وضع السماعه مهم. ما تمسكليش لانج كلها تسمعها وبعدين تقارن بالثانيه، لا لازم تقعد تقارن ايه؟ اريا باي اريا. ده انا مش عايز اعقدك كمان اقول لك سبيس باي سبيس، خليها حتى اريا باي اريا. ماشي كده الحال؟ بعد كده هنفهم حاجه. قول اربعه اربعه مره بصوت عالي ومره بشويش. ال 10 يا عم ده جاب ظهرك بس. الدكتور بتاعي انا ضد الدكتور محمد صلاح والدكتور محمد عندي يبقى شيل اسمه. انا مضيع عيال والله. والله يا شيخ ما تخافش، انا مش هضيعك يا محمد حبيبي. ممكن يكون ممكن نقطة بقى بص معايا انسبكشن، في حاجتين باينين في الشيب
احنا عندنا في زياده في الانتروبوسيريو دايمتر عامل شويه كيفوزس هنا ماشي. الحاجه الثانيه في هنا ايه؟ شويه سكارس. السكارس دي عباره عن ايه بقى؟ السكارس دي عباره عن كوتريزيشن. كانوا زمان اي حد عنده اي حاجه يعملوا له كوتري، واخد بالك؟ طبعا لا بيقدم ولا بيأخر، لكن كانوا بيعملوها له. فدي بس السكار بتاعتها. باي انسبكشن بص لي كده على الحتتين دول كده وهو بياخد نفس نفس جامد كده. الدخله اللي جوه دي اسمها بوزيتيف ليتن ساين. ده معناه ايه؟ الدفران بيتحرك، يعني هذا المريض ما عندوش لا دايفراجماتيك باراليزيس ولا بلورال ديفيوجن. اوكي؟ الحاجه اللي بعد كده كمان عايز اعمل بالبيشن. لما اجي اعمل التندرنس انا مش هشوف وشه، فهقول له ايه؟ هقول له ايه؟ هقول له لو في وجع قول لي. فهاجي اعمل هشوف كده، هحط ايدي هنا مع هنا، ولو في وجع قول لي. سوبرا سكابلر سوبرا سكابلر، انتر سكابلر انتر سكابلر، انفرا سكابلر انفرا سكابلر. عايز اعمل تي في اف نفس الحاجه، بس اقول له قول 4 4 ما تمام. عايز اعمل بالبابلويدس، خد نفس جامد. طبعا هي صعبه من الباك شويه لان العضلات هنا ايه بتكون ثيك ماسلز. عايز اعمل تشيست اكسبانشن من فوق، بعمل كده. دي مش مشهوره قوي يعني، اقول له خد نفس. من تحت مهمه جدا، هاخد فولد كده واقول له ايه، او اقول له خد نفس. ما بيفتحش معايا يعني، عنده بايلاترال ليميتيشن اوف ذا تشيست اكسبانشن، يبقى كده بالبيشن للباك. عايز اعمل بيركشن. بيركشن للباك از ستارتد باي بيركشن اوف ذا كرونيك زيس. الكرونيك زيس مص عندنا هنا الكلافيك اللي قدام والترابيزيا ورا، تعالوا ايوه الكلافيك اللي قدام والترابيزيا ورا وروت اوف ذا نيك ميديالي. بناخد الميديال 2 3 اوف ذا كلافيك اللي قدام، وبناخد الميديال 1 3 اوف ذا سباين اوف ذا سكابولا ورا، وهنوصلهم ببعض كده يبقى اللاترال بوردر. من الاسترنو كلافيكولر لغايه سي 7 يبقى دوت الميديال بوردر. انا هاجي من جوه لبره كده، الناحية التانية اهو، هاجي من جوه البر. تمام؟ بعد كده بعمل الباك هيفي بيركشن لانه فيه ثيك ماسلز. سوبرا سكابلر انتر سكابلر ممكن اخدهم مرة كده واحدة او اثنين، ثم انفرا سكابلر. ممكن اجي اعمل الانتر سكابلر ده سبيس باي سبيس. طبعا انا مش حاسس السبيس ده، لان العضلات هنا ايه؟ ثيك ماسلز. ثم بعد كده اوسكالتيشن، سوري حتى ممكن السكابلر تخبط عليها كده مباشرة. دايركت بيركشن. ثم اوسكالتيشن سبيس باي سبيس او اريا باي اريا، وانت ماشي نفس الكومنت بتاعك هو نفس الكومنت اللي بتعمله من الفرنت هو اللي بتعمله من الباك. ماشي كده الحال؟ يبقى انت حتى عندك سؤال اوسكي اكزامين تشيست فروم فرنت واكزامين تشيست فروم ذا باك. تمام كده؟ ماشي الحال؟